ازاي حضراتكم؟ من بلد كانت تقريبا المركز الاول في معدل الاصابات بفيروس سي لبلد اصبحت الاولى عالميا في خلوها من فيروس سي. بلد الحقيقة فيها تطور طبي طول الوقت دي مصر. واحنا هنا في المنصورة وقدام تحديدا مركز جراحة الجهاز الهضمي. المركز ده فيه في الدور السابع وفي مبنى جديد اتعمل كواحد من اهم المراكز على مستوى العالم والمركز الاول على مستوى الشرق الاوسط في مجال زراعات الكبد. هنا في المكان ده عندنا مركز لزراعة الكبد وطبعا لكل جراحات الجهاز الهضمي. بس هنا في أسطورة بتتكتب وبتنسك وهتبقى فخر لكل المصريين. خلونا نشوف ايه اللي بيحصل جوه ونسمع من الدكاترة والقائمين والعلماء القائمين على هذا المركز خلال حلقتنا النهاردة. خليكم معنا. دكتور محمد عبد الوهاب أستاذ جراحة الكبد والجهاز الهضمي والمشرف على برنامج زراعة الكبد هنا في المركز. أهلا بحضرتك أولا. أهلا يا سهلا. زح الحياة الكل تمام؟ الحمد لله يا ربي. وأنا شاكر جدا. ده احنا اللي متشكرين. لا باهتمام القناة ومجهود حضراتكم السفر والمتابعة وتوضيح الرؤية للمجتمع المصري والخارج. ايه اللي بيحصل لو احنا بنعمل مجهود وما انتوا بتعملوا يا لا لا ده واجبنا. انا اعتبر ده واجبنا للبلد. طيب احنا كده دخلنا جوه المركز ودخلنا تحديدا جوه جناح زراعه الكبد. هو جناح اقامه المرضى. اوكي. بعد العمليه ومتابعه والتحضير للعمليه. ده طيب. جناح عباره عن 16 سرير وده يعني مبنى يعني دور 16 سرير. مطلعين الارقام 1100 حاله. 1100 حاله زراعه من 16 سرير. امال هم بره بيبقوا كام سرير؟ 500,000 بتاع ما عندهم. للدرجات دي. للدرجات. تخيل الاعجاز صحيح اللي حصل في البلد دي. المصري لما يحب يعمل هيعمل، يستطيع أن يتغلب على كل الصعاب ويستطيع أن يبقى في القمة. سيبك من كلمة خواجة. لا إحنا عاوزين نلغي كلمة خواجة من القاموس العربي في مصر. قصة الخبير الأجنبي دي نلغيها. نلغيها لأن أنا عندي العلماء والخبراء المصريين. ليه في الطب بالذات؟ أنت عندك المرضى. عندك المرضى وبأعداد مهولة وعندك القدوة والقدرة وتقدر تاخد الخبره من داخل المكان. صحيح. 100% 100% طبعا. لانه في عندي العلم وعندي الممارسه. وعندك نمشي من هنا كده. احنا صح. احنا داخلين ومعانا الدكتور احمد. من الدكتور ازيك يا دكتور احمد؟ عامل ايه؟ نائب المدير والمسؤول اداريا وفنيا عن برنامج زراعه الكبد. طب ده احنا عندنا بقى جيل كمان ويقدر يعمل العمليه الواحد باين اهو. طبعا والله. والحاجة التانية المهمة باحث وناشر. فاحنا داخلين على جناح المرضى بعد العملية. بعد العملية بيقعد في العناية اسبوع او 10 ايام ويطلع هنا، يبقى شبه معزول، لا زيارة ولا حاجة نهائي. نهائي طبعا، لغاية ما يقدر يخرج لبيته بيقعد اسبوع اتنين بعد العملية، لان هنا تعرضه للمجتمع للزياره وممكن يحصل له التهاب رئوي بتاعه. الجهاز المناعي بيبقى هش بقى جدا. هندخل احد المرضى.
ازيك يا استاذ مستشار؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ قول لنا بقى جيت هنا امتى واحكي لنا الحكايه كده. والله انا بقالي حوالي 3 سنين اعالج من تليف بالكبد. فطرأت لي فكره ان انا اقوم بزراعه الكبد. فتردد الاطباء المعالجين عندنا في محافظه كف الشيخ ما بين مؤيد للزراعه وما بين معارض. فعرضت الامر عليه وشرحت له كل حاجه ووريته الاشعاعات والتحاليل وكل شيء. فقال لي لا انت في مرحله زراعه لان انت سنك 61 سنه فممكن تبقى كويس سنه واثنين واول ما تتعب وتبقى مضطر للزراعه هيكون سنك ما عادش يسمح بالزراعه. وبناء عليه تقدمت الى المركز وجهزت ملفي في فتره يعني حوالي 4 أو 5 شهور. بعد العمليه دلوقتي نعم تاكل ايه؟ والله انا باكل كل حاجه. شوف الفرق. انا باكل كل حاجه ما حدش حدد لي اكل ايه يعني. بنقول له كل حاجه. لا ده احنا كده هناخد سته ونص ننزل نتغدى تحت بقى عند ننزل على طول بره. ربنا يدي حضرتك الصحه والف مليون حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فندم. ربنا يخليك. شرفتونا ونورتونا. لا ده احنا اللي اتشرفنا بلقاء حضرتك. زراعه الكبد في الدقاليه فخر لنا كلنا. احنا بنعمل عمليتين في الاسبوع. تكلفه العمليات دي عموما يا دكتور بتبقى غاليه يعني انا اسمع ارقام دايما تخض. دكتور استاذ يوسف ما حدث في خمس من سنه 18 من سنه 18 قرار تاريخي بعتبره الهرم الرابع في مصر اللي هو علاج مرضى زراعه الكبد في المستشفيات الجامعيه والحكوميه مجانا لم يحدث في الارض كلها. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا فندم. اتفضل. تشرف باسمك. مجيب بشير الثقاف. مجيب انت من اليمن يا مجيب صح؟ الحمد لله. جيت هنا امتى وقول لي كانت الحاله ايه؟ والله لي هنا 8 كم مقارب 10 اشهر. 10 شهور. كانت حالتك ايه اول ما جيت؟ كنت تعبان صراحه كان حكه الجسم. بالك قد ايه عامل العمليه؟ يمكن اليوم 15 يوم كده. 15 طيب ما شاء الله. ورجعت بقى تاكل عادي وكده ولا لسه؟ طبيعي وامشي اتحرك. كل الاكل اللي انت عايزه بتاكله؟ الحمد لله. وبتاكل بقى الاكل اليمني الحلو ده والمدفون والقات. القات خلاص نبطله ان شاء الله. مفيش بقى خلاص. مفيش غلط. الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلام. هل في مريض يحتاج لاشياء لا يحتاجها مريض اخر؟ طبعا. زي ايه؟ بيبقى في عيان عامل عمليه بالكبد. عمل عمليه في الكبد برضه. في الكبد. لا في الفحال. في اي مكان. يعني ده بيحتاج طريقه تحضير مختلفه. السلام عليكم. ازي حضراتكم؟ ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ اتعرف بيكوا كده. محمد عاطف حميد. اهلا بيك. عاطف عبد الحميد في السن هير. اهلا وسهلا. اهلا يا عاطف. مركز الصغرى مركز اجد اهليه. احسن ناس اهليه. ده كان متحضر العمليات الاسبوع يوم الاحد او الاثنين. صح. ولكن حراره عدت معدل الالتهابات زاد اتاجل. للاسبوع ان شاء الله. لازم. ومتبرع مين؟ ابني. ابنه. الله يديله الصحة. يطرح فيه الخير والبركة دايما. هو اللي هيتبرع. هو اللي هيتبرع لي يعني اللي هعمل العملية. طب هنا بقى احنا كمان بنحضر محمد صح؟ محمد؟ اه ده محمد ده زي ما الدكتور أحمد عارف. اتفضل يا دكتور. اه دكتور أحمد. بيتعمل له على الأقل 30 أو 40 تحليل وأشعة من الشعر للضواف الرجل. يعني انا بحضره كانه بالظبط زي نفس التحضير اللي بعمله للوالد. كمان اهتمام زائد. اهتمام زائد يعني اول حاجه الفصيله. وبعد الفصيله في حاجه اسمها معدل تجلط الدم. أوكي. لو طلع ايجابي بيروح. تاني كده بقى كل الفيروسات وظايف الكبد وظايف الكلى
وهيتغير في كل الهرمونات حتى كمان السموم. بنعمل له اختبار سموم يكون بياخد حاجة كده ولا كده زي الفل. لا بتعمل له وبعدين يخش بقى أشعة تلفزيونية على الكبد بيعمل حاجة اسمها حجم الكبد. يعني شوف الحجم الطبيعي ولا لا الحجم بتاعه. العيان بيحتاج كل كيلو 10 جرام كبد. يعني ده 70 كيلو محتاج قد ايه؟ 700 جرام. يبقى انا لازم اخد من ده 700 جرام. اللي باقي له ايه يا دكتور احمد؟ لازم يعدي على الاقل 30% 30% من حجم الكبد بتاعه. غير كده نقول له روح لو الكبد بتاعه صغير. بعد كده اشعات على شرايين واورده الفص اللي هناخده والقنوات المرارية. ممكن يكون في عيب خلقي ما ينفعش. نقول له روح. بعد كده عينة من الكبد عشان نشوف فيه بالهريسيا، فيه دهون، فيه اي التهابات، يا تتعالج شهر ويرجينا يا نقول له هات واحد تاني. شوف المعاناة. بعد كده عرض قلب، رسم قلب وايكو ونفسية وانف واذن واسنان شغلانة. وكمان نفسية علشان يعرف انه جاي يتبرع بإرادته مش مضغوط عليه. صح. طبعا. يعني لو جه ليلة العملية وقال مش عايز اتبرع روح وجيب واحد تاني. لازم بإرادته جاي ويقابل كل المشاكل. لا. الراجل سهل. الراجل الامير ده عدى كل حاجة. طبعا. الحمد لله. الحمد لله. ده له فايل لو شفته تخاف. جاهز 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 ان شاء الله. انت كده اطمنت على نفسك كمان يا ابو حميد. طبعا. طبعا. على اعلى مستوى دكتور محمد عمال. والدكتور يعني احمد شحته. الدكتور احمد شحته صراحه من اعظم الناس اللي انا شفتها في حياتي. يعني لو باذن الله نطمن عليك. نطمن عليك لازم باذن الله. طب بالمناسبه بقى، يعني انا ملاحظ انه احنا عندنا مرضى من أهالينا وأشقائنا العرب، يعني عندنا هنا من اليمن وهنروح دلوقتي المريض من سوريا. أهو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده المتبرع. إزاي الصحة؟ وده المريض. إزاي الصحة؟ إزاي الحال؟ تعرف بيكم يا فندم. وليد محمد من سوريا. من سوريا. محمد سالم من سوريا. أهلا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك طول عمرك. الله يخليكم. عايز بقى اعرف عرفتوا هنا المركز ازاي وازاي اتعرفتوا على دكتور محمد ودكتور احمد؟ يعني ازاي؟ انا كنا مقيمين في الكويت وكان الوالد يشتكي من الكبد، والكويت ما فيها زراعه ولا الامور هذا. من ضمن النت ان رشحوا لنا مناطق يعني دول نزرع فيها، فتم اختيارنا هنا لمصر. ليه مصر؟ زينا مصر للأمانة يعني على النت ولا على المعارف اللي أصحابنا يعني اللي معانا موجودين هناك. يعني في ناس زرعت قبل المرة دي هنا ومدحوا المركز ده. يعني في تجربة سابقة مع بعض الأصدقاء يعني. سابقة. ولما ندخل يعني نبحث في النت ونبحث يعني مركز أول مرة أجي، لكن كل التعليقات وكل الأمور يعني مبشرات خير للأمان. فجيت هني قدمت في المركز فحص في العيادات ته، أشرف عليه الدكتور محمد والدكاترة الأفاضل الثانيين، قالوا الحالة عادي نستقبلها واستقبلونا يعني كفحوصات وهذا، ولله الحمد. والحين داخلين إن شاء الله بإذن الله. بقالكم قد إيه هنا؟ بمصر ولا في المستشفى؟ لا في المستشفى. في المستشفى صار لنا يعني تقريبا كمراجعات 3 شهور. 3 شهور. لاحظ معلش شوف المنظر. دي على الأقل 20 لتر مية فقط على الأقل. وهنا هتلاقي بقى هيكل عظمي من سوء التغذية ما بيأكلش. لو قدر ليه إن شاء الله وعمل عملية بعد شهر لو شفت هتلاقيه إنسان تاني زي ده. هيبقى رجل رياضي. مش كده؟ إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله بإذن الله بإذن الله تتم على خير وتقوم بألف سلامة. الله يبارك. الله يسلمك. أشكركم. بعد إذن دكتور قولي بقى احنا داخلين على هو زي ما بقول لحضرتك المريض اللي بيعمل العمليه في اي مرحله من المراحل لو جاله اي مشكله جراحيه
او طبيه بيجي لنا على طول. اتفضل يا فندم. يعني داخلين على مريض دكتور عاملين عمليه فتاء هيفتاء بس داخل عمليه هنا ويسالوا عن العمليه ده بعد ما عملنا الزراعه. انت زارع من امتى؟ اهو الحمد لله على السلامه الاول. سلمك الحمد لله. اعرف عليك يا سيدي مجدي محمد ابراهيم. ازيك يا عم مجدي؟ ايه اللي حصل؟ الفتاء ده جه من ايه ده؟ دي من شلت جيل قبل العملية وكانت بوابة وجدت عليا بوابة الشغل فعملت الفتاك. عملنا عملية الفتاك كمان. عملنا الفتاك فتاكين مش فتاك واحد. اثنين مع بعض. عايزين نبطل نشيل حاجات تقيلة بقى. خلاص بطلت. خلاص حرمنا كده ولا ايه؟ الحمد لله. طب والناس اللي سابت البوابة دي تقع دول؟ البوابة اللي بفتحها وسقطت نزلت من على من المجرى, المجرى بتاعتها. الحمد لله على سلامتك. قدر ولطف. قدر ولطف الحمد لله. قول لي بقى يعني احكي لي لما جيت هنا اول مره التجربه بتاعتك هنا في المستشفى وفي المركز ايه؟ والله هنا رعايه يعني احسن من الخمس نجوم. يا عيني والله احسن من الخمس نجوم. اوعى تكون بتقول لي كده عشان احنا بنصور. والله دي حاجة. وكل هنا يعني مسافه الجرزه مسافه مضرب الجرزه لازم كلتهم جايين هنا. والدكاتره على طول بيمروا علينا. الحمد لله والله هنا يعني يشكر جدا ونظافه وكل حاجه. انت بتاكل كل حاجه الوقت بعد العمليه؟ بكل حاجه بشتغل بكل عادي وبشتغل عادي. شوف خلاص كله بقى زي الفل الحمد لله. الحمد لله والله. ربنا دايما يتم شفاك ويعافيك. مش عايز اتعبك بالكلام كتير عشان عارف ان الفتاق بيبقى غلس فمش هغلس على عليك زياده حبيبي. الحمد لله على سلامتك. طيب ازيكم الاول؟ السلام عليكم. ازاي الحال؟ ممكن نقعد معاكم نتكلم شويه؟ طيب اتفضل يا دكتور. لا اتفضل. الو انا بقول لحضرتك اتفضل يعني علي يعني المركز تابع انا. لا بتاعك. مش كده؟ اتفضل يا فندم اتفضل. لا دكتور احمد. ازاي الصحه؟ لو سمحت اسمك ايه بقى؟ رقيه. رقيه ده ايه الاسم الجميل الرائع ده؟ انت عندك كم سنه؟ 13. قولي لي وعملتي زرع امتى؟ 4/3. 4/3 يعني من حوالي شهرين وشويه كده. وجايه النهارده تعملي ايه؟ مين اللي اتبرع لك؟ جايين متابعه. متابعه؟ صحيح دكتور محمد بيقول لك مين اللي اتبرع لك؟ بابا. بابا اللي اتبرع. وماما جايباكي النهارده اهو بتاخد بالها منك. ايوه. ماشي. اخبارها ايه؟ طمنيني عليها. الحمد لله احسن والله احسن من الاول خالص الحمد لله. وايه اللي عاملاه في صوابعك ده؟ قلت لها والله الوان وحاجات. الوان الوان وحاجات. لا هي احسن من الاول الحمد لله. يعني قبل العمليه كانت حاجه ودلوقتي حاجه تانية خالص يعني. طيب الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله على سلامتكم. ازي حضرتك؟ ام مكه. ام مكه مش كده؟ دكتور محمد اللي قال. وبعدين لقينا بقى مكه نعسانه بس مش تعبانه هي نعسانه. لا يا صحيه من بدري هي صراحه ده بس لانها صحيه بدري. عندها كم سنه؟ 5 سنين. وعملت العمليه امتى؟ من حوالي 11 شهر. واخبارها ايه دلوقتي؟ الحمد لله فضل ربنا والدكتور محمد الحمد لله. حضرتك اللي اتبرعت لها؟ لا بابا. باباها اللي اتبرع لها. وبقينا احسن الحمد لله وبنلعب وبنتنطط اهم حاجه عشان هي عامله نفسها نايمه اهي. مش كده يا مكه؟ قفشتك انا عرفت كل حاجه. انزلي. ايوه كده. سلمي على عمه. سلمي على عمه. ايه طبعا عمه ايه اللي مصحيني من النوم ده؟ مش عايزين هوسه بقى سيبونا ننام شويه. مش كده ولا ايه؟ هتسلمي ولا مش هتسلمي؟ ده في الوان. الله الله ده احنا متدلعين ده كله بقى كده بقى. شوف كمان الله 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 حاجات بتلمع وبدله جينز وجو بقى. الحمد لله على سلامتك. ربنا يخليها لكم يا رب. ربنا يخليها. استاذنكم يا فندم. الحمد لله على سلامتكم جميعا. اهلا بيكم. وزي ما انتم عارفين احنا موجودين النهارده في المنصوره تحديدا جامعه المنصوره وهنتكلم عن الجامعه وهنتكلم كمان تحديدا على مركز الكبد الموجود في جامعه المنصوره واللي بيعتبر
أكبر مركز للكبد في الشرق الأوسط. خليني أرحب جدا 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 وبشدة بدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة. ازيك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا. عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. أهلا وسهلا. هبدأ بالحتة التانية، هي المركز، مركز الكبد في المنصورة. المركز ده زي ما احنا كنا بنقرأ ده أكبر مركز للكبد في الشرق الأوسط، صح كده؟ بالفعل مركز الكبد يعتبر من المراكز الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، ويحتل المركز الثالث على مستوى العالم في زراعة الكبد. والحقيقة ده تاريخ لجامعة المنصورة، وبدأ منذ أكثر من 25 سنة بدأ في زراعة الكبد من التسعينات من العام الماضي، من القرن الماضي. والحقيقة وصلنا النهاردة لزراعة أكثر من 1100 حالة، منهم 70 حالة 80 حالة على مستوى الدول العربية، و40 حالة لزراعة الكبد للأطفال. وده يعتبر تطور جديد في مجال زراعة الكبد للأطفال. والحقيقة المركز فيه فريق من الأساتذة العمالقة على مستوى جامعة المنصورة، بيرأس الفريق أستاذنا دكتور محمد عبد الوهاب، ومعه عدد من الجراحين 12 جراح في زراعة الكبد، في قسم للبطنة، في قسم طبعا للتخدير، في كل الأقسام المعاونة، في قسم للأطفال تم إضافته. والحقيقة إدارة الجامعة داعمة لهذا المشروع بقوة، ولذا بدأنا في الأونة الأخيرة نضع برنامج تنظيمي أو هيكل إداري ولائحي لمشروع زراعة الكبد، وتم دخول مجلس إدارة المركز الجهاز العظمي تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة، حيث نحدد الصلاحيات ونحدد الاختصاصات لكل فريق، وإزاي يقدر يمارس العمل، وكيف يتم الاستفادة من البحث العلمي في هذا المجال، وكيف يتم استخدامه على مستوى تقنية على مستوى عالي. وبالتالي الجامعة الحمد لله بتقدم كل الدعم لفريق زراعة الكبد لكي يكون رائد على مستوى الشرق الأوسط، ويظل دائما رائدا في هذا المجال. هيل. احنا مركز الكبد، وعندنا مركز الكلى، وعندنا طب المنصورة أيضا، وهي معروفة الحقيقة بأكثر من منجز علمي في هذا المجال. لكن دايما بيبقى السؤال اللي بيدور في بالي، مين اللي بيقول لنا أنه المركز بتاعنا مثلا هو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط أو على الثالث على مستوى العالم؟ لأنه الناس بتبقى متصورة أنه الأكبر هو الأكبر من حيث المساحة، أو أنه في تجهيزات كتير، لكن بالتأكيد في تصنيف أعمق من كده بكتير. هو طبعا زي ما حضرتك ذكرت، احنا مش احنا اللي بنقول الكلام ده، الاحصائيات. اما يكون المركز ده بيزرع حاليا حتى الان 1100 حالة زراعة كبد، احنا احتفلنا العام الماضي بحضور معالي وزير التعليم العالي ومجلس اعلى الجامعات في شهر مايو العام الماضي مثل هذا الشهر بزراعة 1000 حالة زراعة كبد. النهاردة ما نوصل ل 1100 وترتيبنا يكون الثالث على مستوى العالم، ونسبة نجاح من 88 ل 92% من الحالات، دي إحصائيات عالمية. وده التصنيف اللي ممكن نقدر نجزم أن جامعة المنصورة بتمارس حالات زراعة الكبد على مستوى الشرق الأوسط بنسب عالمية تحتل فيها المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، وعالميا المركز الثالث. فدي أرقام ثابتة عالميا، فإحنا مش إحنا اللي بنقول الكلام ده، المجتمع الدولي اللي بيقول الكلام ده، والمحل اللي بيقول الكلام ده. أضف إلى ذلك التقنيات في استخدام، ثانيا إن إحنا لدينا خطة لمضاعفة العدد، بمعنى إن إحنا عندنا كل أسبوع زراعة حالة كبد مرتين في الأسبوع. إن شاء الله في مشروع جديد هيتم افتتاحه قريبا، هيسعى لإمكانية زراعة من 5 ل 6 حالات أسبوعيا، وبالتالي مطلوب ان احنا يكون عندنا ما يقرب من 200 حاله سنويه. حاليا احنا عندنا ما يقرب من 80 حاله، هيتم مضاعفه العدد ده مره ونصف. لا، وانا لو هزرع كل اسبوع 6 فهيبقى 6 في 52 اسبوع بقى بالظبط، انا كده هعدي ال 200 حاله. هعدي ال 200، انا بقول المتوسط اللي ممكن يتم. ده هيساهم في القضاء على قوائم الانتظار، هينقذ حياه ناس كثيره معرضه للوفاه. الحقيقة ده بفضل الله ثم بفضل القيادة السياسية. نحن كان عندنا مشروع على مساحة 700 متر. الحقيقة هذا مشروع بدأ من 2017، مبنى جديد. تعثر بعض الشيء لظروف المادية، تدخل فخامة رئيس الجمهورية ووجه بدعم نصف مليار جنيه لإنجاز هذا المشروع. وهذا المشروع يعتبر على وشك الانتهاء. كان من المقرر فتحه منذ عدة أشهر، إنما نظرا لفيه تجهيزات بتتم على أعلى مستوى،
تجهيز إداري وتجهيز وظيفي للمبنى، فإن شاء الله خلال بضع الشهور القادمة هيتم افتتاح هذا المبنى. المركز مركز الكبد في المنصورة بيمارس مهامه إزاي؟ يعني علشان يقدر يصرف على البحث ويصرف على تنمية وتدريب الكوادر الطبية اللي موجودة فيه، ويصرف على الأجهزة، ويصرف على صيانة المباني، بيعمل إيه؟ هو الحقيقة طبعا في العلاج عن نفقة الدولة، الحقيقة الدولة المصرية بتتحمل حالات زراعة الكبد، وبالتالي من خلال تحمل الدولة المصرية للإنفاق على عملية زراعة الكبد أنها مكلفة جدا طبعا، تقترب من نصف مليون جنيه، فبيتم من خلال هذا المبلغ بيتم الإنفاق على الأجهزة، بيتم أيضا دعمها من الجامعة كذلك الأمر، في أيضا فتحين باب التبرعات من رجال الأعمال ورجال الخير والجمعيات والمجتمع المدني، والحقيقة بيجي لنا مبالغ كويسة جدا تم وضعها في صندوق وبيتم الإنفاق من خلالها من خلال مجلس الإدارة بتاع المركز الجهاز الهضمي، وبالتالي الأطباء بيكونوا مكافئات نظرا لأن العملية بتستغرق وقت طويل طبعا. جدا بتقترب من 8 أو 10 ساعات يعني أنا في شهر رمضان الماضي كان لدي علم خاص بأنهم كانوا بيباتوا في قلب حجرة العمليات وكان بيفطروا ويتصحروا، يعني العمليات لم تتوقف حتى في أيام الكورونا، العمليات لم تتوقف عمليات زراعة الكبد، لأن هذا سيستم وده نظام عندهم برنامج عمل، فهم الحقيقة مشروع متكامل محدش يقدر يخترقه وله كيان مستقل، والحقيقة أنا كرئيس جامعة داعم لهذا المشروع لأنه بيمثل ليس جامعة المنصورة إنما الجامعات المصرية والدولة المصرية صحيح صحيح. أمام المجتمع الدولي، لأن ما يكون عندنا 80 حالة زراعة كبد من أبناء الدول العربية أعتقد ده تقدر رسالة، ده معناه أن دي سمعة كبيرة جدا بالضبط كده، دي رسالة للمجتمع الدولي. كنا محتاجين فلوس كتير يا دكتور. الحقيقة الدولة المصرية ما بتبخلش علينا في حاجة، ثانيا البحث العلمي له يعني باكج من ميزانيه الدوله، ايضا احنا كجامعه المنصوره الجامعه بتوفر كل الدعم للاستفاده منه في شراء الاجهزه، في الاستفاده منه في المؤتمرات، تنميه القدرات اعضاء الدريس في البحث العلمي، احنا بنطلق كل سنه مشروعات بحثيه تتجاوز ال 40 وال 45 مليون جنيه لزملائنا من الباحثين. خدت بالي انه هنا اهو انا شايف المركز الاول الجامعات قديمة النشأة جامعة المنصورة بالزبط. الاعلى تأثيرا خلال الاعوام الثلاث السابقة للنشر الدولي بالزبط. من ويب اوف ساينس. احنا طبعا ده ما جاش من فراغ ان احنا عندنا اكتر من 27 الف بحث علم منشورين في مجلات عالمية، الحقيقة عندنا مسابقة بيتم فتحها كل سنة لابنائنا وزملائنا واساتذتنا من الباحثين اللي لديه مشروع ولديه فكره بحثيه بيتقدم لاداره العليا لاداره الجامعه ممثله في قطاع الدراسات العليا والبحوث، وبيتم تشكيل لجنه لتقييم هذه البحوث، وبالتالي بيتم اختيار افضل البحوث وافضل المشروعات اللي تتفق مع خطه الدوله المصريه ومع رؤيه مصر 2030. دكتور انا بشكرك جدا 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 على اللقاء ده وان كان سريع، وشكرا جدا ليك يا دكتور، كل شكر لحضرتك. شكرا جزيلا فيك. الأستاذ الدكتور حلمي عزت مدير مركز جراحات الجهاز الهضمي هنا في طب المنصورة، طبعا أستاذ جراحات الجهاز الهضمي في كلية الطب. احنا فين دلوقتي يا دكتور؟ احنا دلوقتي في مركز جراحة الجهاز الهضمي في مبنى زراعة الكبد للتبرع من متبرع حي المرضى اللي هم بيعانوا من مشاكل في الكبد واللي بتصل الى الانتهاء الكلي للكبد، وتبقى المعالجة الأخيرة هي عملية الزرع. عظيم. طيب احنا طبعا اي حد هيسالني يقول لنا يا جماعه انتوا واقفين فين، فاقول له انا واقف جوه غرفه عمليات، وان كانت احنا لسه يعني بنجهز ولسه بنركب المعدات وبنركب الاجهزه وما الى ذلك. صح تمام يا فندم، عشان الناس بس ما تستغربش ان الحاجه بكياسها، انتوا جايين نهزر، فاحنا لسه بنجهز مش كده؟ في خلال 60 يوم سيتم افتتاح هذا المبنى، يعني في خلال 60 يوم هيكون في افتتاح. 60 يوم يعني بالكثير ان شاء الله شهرين آه. ويبقى المبنى بتاعنا جاهز لاستقبال
المرضى علشان نشتغل بالكثافة العددية والمعدلات العالية اللي احنا عايزين نعملها، اللي هو الغرض من إقامة هذه المنشأة. المبنى ده اتصرف عليه قد ايه؟ لغاية دلوقتي احنا قربنا من وصول الى 500 مليون، وهيوصل لزيادة ممكن يوصل ل 600 و700 مليون. ده دكتور محمد عبد الوهاب قال لنا بصوا دكتور حلمي عنده كل الارقام. ما هو برضه حضرتك كان في جزء تبرع من البنك المركزي لنا بالاضافه الى تبرع من وزاره التخطيط وبنك الاستثمار باوامر من دوله رئيس الوزراء عشان ننهي هذا المكان بكل التصميمات العالميه وكل التصميمات المطلوبه على 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 الوجه الاكمل. المركز هنا هيخدم اهالينا بس في الدقهليه ولا بيخدم كل مصر ولا بيخدم اي مريض ياتي من اي مكان في العالم؟ احنا الحمد لله بنخدم اي حد يجي جامعه المنصوره الجهاز الهضمي، لان احنا حوالي تقريبا بيصل المجال بتاعنا الجغرافي الى خدمه 36 مليون مريض. والمركز بيستقبل ما يقرب من 150 الف مريض سنويا. وعشان اوضح لحضرتك نقطه جميله وجوهريه جميل، ان احنا زارعين لمتبرعين وناس مرضى من الدول العربية حوالي 80 متبرع ما شاء الله. وفي نفس الوقت سيادة الرئيس وال ال 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 يعني كان بيقول يعني كان ان احنا بنطلب كده من بعض الدول اللي بتعاني في مشاكل كده ان هم يتم معاملتهم معاملة المصريين. وكان دكتور شريف والمجلس الجامعة لا يتوانى ولا يتأخر ان هو يتم معاملة اخواتنا العرب معاملة المصريين في حاجة زي كده، وبيتم الدعم من الجامعة. والله يا دكتور انا يعني مبسوط ان احنا اتقابلنا، يعني انا النهارده شفت دكتور حلمي وشفت دكتور احمد وشفت دكتور محمد عبد الوهاب. انت اللي حضرتك نورتنا والله. فانا يعني الحقيقه سعيد سعاده. احنا مش عايزين نكسبك تروح. مركز زي ده بجد والله ان شاء الله يا فندم، يعني باذن الله بالتوفيق وباذن الله يقدركم على يعني علاج كل من ياتي الى هذا المركز وبمنتهى النجاح. اشكرك يا دكتور. شكرا يا فندم. شكرا ليك. شكرا عليك يا فندم. أنا بتكلم معاكم من المبنى الجديد تحديدا لمركز علاجات وجراحات الجهاز الهضمي، واتكلمنا مع بعض لو حضراتكم طبعا أكيد تابعتوا البرنامج العظيم لزراعة الكبد، وشفنا هنا كوادر عظيمة كوادر عظيمة، يعني الأطباء المتخصصين في الإدارة، الأطباء العلماء الباحثين، الجراحين الكبار اللي هم من السمع والبصر زي الدكتور محمد عبد الوهاب بسمعته العالمية. المكان هنا زي ما حضراتكم شفتوا مجهز على أعلى مستوى، مبنى كبير، كان الأول عندنا دور واحد هو الدور السابع، النهاردة عندنا مبنى كامل متكامل مجهز بأفضل الأجهزة وأكثرها يعني حداثة وتقنية نيات حديثة جدا. الحاجات اللي زي كده يا جماعة اتصرف عليها كتير، بس في حاجة مهمة لسه بتحتاج صرف اكتر، لسه بتحتاج صيانات، لسه بتحتاج تكلفة الجراحات الى اخره. الدولة متبنية المشروع قلبا وقالبا، ده ما فيش فيه كلام، لكن انا ادعو ان احنا كمان لازم نقوم بدورنا علشان المركز ده يفضل مكمل مش بس سنة واثنين وعشرة وعشرين، عشان يكمل مية ومتين وتلتمائة سنة لقدام، يفضل دايما مركز مهم وحديث ويبقى واحد من المراكز اللي نفضل طول الوقت نفخر بيها قدام العالم. كان معكم يوسف الحسيني وبرنامجكم التاسعة.